أنا الدكتور فزاع جاي لك النهاردة عشان مامتك قالت لي إن أنت مش راضي تغسل سنانك، وسنانك اصفرت وبقى فيه سنان قربت تسوس وتقع، وعشان كده أنا مش هستنى سيبك لغاية ما سنانك تقع، لازم أعاقبك عشان تحرم وتتعلم ازاي تغسل سنانك. عارف هعمل فيك ايه؟ عارف هعمل فيك ايه؟ هقول لك هعمل ايه. هدهن لك سنة حمرة وسنة خضرة وسنة صفرة وسنة سودة. عارف ليه؟ عشان تقعد تغسل فيها سنانك كده هوت عشان الالوان تطلع، وإلا العيال هتقعد تتريق عليك وتضحك عليك. يلا نبتدي.